شناوي عايز اسالك على الجمله الشهيره اللي هي بتاعت مارسيل كولر طور كثير من اللاعبين فرديا. وفي برضو جزء تاني انه مارسيل كولر من المدربين اللي بيتاخروا كثيرا في التبديلات. دي نقطتين دايما بيتقالوا على مارسيل كولر، المدرب الناجح جدا حتى هذه اللحظه مع النادي الاهلي في الفتره القصيره اللي هو فيها مع النادي الاهلي. رايك ايه؟ طيب بص يا كريم، هو لفظ تبدا بايه الاول؟ ايه تبدا بأني واحده فيهم؟ يعني قصه التطوير. ماشي تطوير اللاعبين فرديا. بص، كلمه تطوير كلمه كبيره وما ينفعش تتقال كده وخلاص. كلمه تطوير معناها اكتساب مهاره جديده او تحسين مهاره هي موجوده بالفعل عند اللاعب. حلو. فده انت لاحظته، انا نفسي ما لاحظتوش، ممكن يكون غيري لاحظه. دي المفاجاه دي. بس الفكره والاجمل بالنسبه لي، كل يوم اطلع اقول ايه ده مارسيل كولر طور من لعيبه فرديه، طور من لعيبه فرديه. لا هو بيعمل حاجه، انا من الناس اللي بتقول عليهم دول. لا هو بيعمل حاجه اجمل. بص، هو اللاعب المصري قابليه التعلم عنده قليله. يعني خلينا نكون يعني نتكلم بصراحه، فانت عشان تقعد تقنع اللاعب ان انت تعلمه حاجه جديده او تشتغل عليه فرديا، اولا انت كنادي اهلي ما عندكش وقت. يعني مبدئيا كده ضغط المباريات ما عندكش وقت. تمام. انت يا دوبك بس بتقول يا ساعه راحه عشان اللعيبه ترتاح. صحيح. فانت ما عندكش وقت تشتغل على اللعيبه. صحيح. بس الراجل بيعمل حاجه مهمه جدا انا شايفها بالنسبه لي، هو بيكتشف حاجات في اللعيبه هي ممكن اللعيبه اصلا مش واخده بالها منها. يعني مثلا اكتشف في حمدي فتحي ان هو لعيب رانر وبيكمل كمهاجم تاني وبيخش وبيناطح في ضرب في منطقه ال 18. حمدي فتحي السنة دي بيسجل وبيصنع وحسم بطولة. صح. كريم فؤاد من باك يمين، مرة شمال، مرة يلعب وينج، بس ما فيش أي إنتاجية. لا، النهاردة مع مارسيل كولر كريم فؤاد كان بيلمس الكورة في منطقة ال 18 بمعدل 4.2 كل ماتش. ده ما يعتبرش تطوير في المستوى. مش تطوير. دي تعليمات. بس اللعيب نفذها. حاجة كريم نفسه ممكن ما يكونش عارف ان هو بيعمل كده. النهارده كريم وصل لسبع مساهمات تهديفيه لاول مره في حياته، اول مره في حياته سجل هدف. ليه؟ لانه وجده خلاه تواجد في منطقه معينه. هي. يعني مثلا جاب مروان ما كانش بيلعب سته اصلا في الاتحاد. لو كان بيلعب ثمانيه. صح. النهارده لا، بيلعب سته. اقنعه. اقنعه. برافو عليك. هي مش اقنعه ان هو يتحايل عليه يلعب سته. لا لا، اقنعه ان انت في المركز ده هتتميز. هتلعب. هتلعب كويس. النهارده مروان لا، بيأدي الدور 10 على 10. صحيح. بصير ممتاز. قطع كرات 10 على 10. هايل. في التغطيه خلف. هايل. طب انا عايز النقطه الثانيه بقى. النقطه الثانيه اللي هي بتاعه التاخر في التغطيه، عشان عايز الحق اخد خليفه في جمال في حتتين مهمين وخلاص الوقت بيطير مني. بس خلاص. كلام مهم كله والله. يعني اتفضل. الوقت بقى. بص، هو في فلسفتين في قصه التغيير. في مدرب كثير التغيير. أيوة. ومدرب قليل وشحيح. بس كل واحد فيهم عنده وجهه نظر والاثنين صح، مش هقول لك الاثنين غلط. طبعا على حسب سياق الماتش. طبعا. بيجي امبارح ما غيرش. بالظبط. يعني دي مثلا حاجه انا كنت هتكلم عليها في الحته دي. معلش. في مدربين بنشارك بعض. معلش ايه؟ لا احنا بنشارك بعض. وبرده جيمي برده خد مننا. هو جايين بقى، انتوا جايين تضايقوني بقى. في بعض يعني. في مدربين تقول لك انا شغال بقالي 3 ايام قبل الماتش ومدرس الفرقه ومحضر وشغال وعامل تقسيمه، فانا واثق بنسبه 100% ان الشغل بتاعي ده هو اللي صح. اتاخرت مش مشكله. انا واثق برضو بنفس الفلسفه اللي انا مقرر هلعب بيها هتكسبني. بيحصل احيانا اوقات كتير بيغير، بس ما بيغيرش تغيير جذري. لا، هو ممكن ينزل مركز ممكن يزود، ممكن لا يشد، ممكن يحمي. ده اللي بيعمله. بس عشان تشوف الفكره بتاع انا خسران فنزل، لا انا ارمي مهاجمين جوه 18 لاعب كوره عليه، مفيش موجوده. فدي الفكره ان الراجل بيحاول يحمي الفلسفه بتاعته لاكبر قدر ممكن. هايل. من الوقت. هايل. فده انا بشوف عمري ما شفته عيب، عجبني ولكن ميزه صراحه. عجبني التفسير ده شناوي حبيبي. عجبني التفسير.